السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. في الفيديو ده هنتكلم عن زيادة إنتاج البيض عن طريق دواء أول مرة نتكلم عنه، وتقريبا مفيش حد اتكلم عنه على اليوتيوب أصلا. دواء مهم جدا، دواء فعال جدا، لأنه بيشتغل من سكة مختلفة، بيشتغل على الطائر من سكة تانية، من سكة ان هو بيعمل وقاية ضد كتير من المشاكل اللي بتعطل الانتاج، يعني مشاكل الافتراس، النهش، ان هم يقعدوا ينتفوا في ريش بعض، لان طبعا بيبقى فيه احماض امينية ناقصة او فيتامين كاف 3 او حاجات كتير بتبقى ناقصة في الطيور، ومشاكل كتير ممكن تعطل انتاج البيض. ودي حاجة ناس كتيرة بتغفل عنها، يقعد بقى يديله بروتين كتير ويديله كالسيوم كتير، وينسى ان في عناصر تانية مهمة جدا ممكن لما بتغيب عن جسم الطائر بيصاب بالامراض. الامراض دي هي برضو من الاسباب الشائعة والمنتشرة اللي بتقلل انتاج البيض. فاحنا لازم نشتغل من كل السكك ومن كل النواحي، علشان خاطر لو انت بتدي الطيور اهتمام واكل وبروتين وبرضو ما بيبيضوش، يبقى هم عندهم مشكلة، ما عندهم امراض ما بتعطل انتاج البيض. فلازم نخلي بالنا من اعطاء الدواء ده، دواء جيد جدا. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع مباشرة. الدواء بتاع النهاردة ده محسن جيد لقشرة البيض، لان في كمية من الكالسيوم، كمية كافية، مش كبيرة لكن هي كافية جدا. حتى برضو الحيوانات الكبيرة، الحيوانات اللي هي مدرة للبن او بتطلع لبن، هو بيزود ادرار اللبن، بيطلع كمية اكبر من اللبن من الحيوان اللي بيتناول الدواء ده. هو فاتح جيد للشهية، يعني مش بس انت بتستخدمه لانتاج البيض، لا كمان ده ممكن تستخدمه للتسمين. ليه بقى هو بيفتح الشهية؟ لانه ببساطة بيحتوي على املاح معدنية كتيرة جدا، والاملاح المعدنية دي بتساعد على رفع المناعة. فلما المناعة تترفع يعني الطائر مش بيتصاب بامراض كتيرة، تمام؟ وده هيخليه ينمو بشكل اسرع، ينمو بشكل اسرع. يعني لو انت عندك كتاكيت صغيرة او طيور صغيرة في السن، انت ممكن تقدم ليهم الدواء ده بالجرعات اللي احنا هنقولها ان شاء الله، هنقول لكم بالتفصيل ازاي نستخدمه. تقدم ليهم الدواء هتلاقي النمو عندهم اتحسن وبقى سريع جدا، والفراخ مش بتبيض بقى على 5 و6 شهور، لا ممكن تبيض عندك على 3 شهور و4 شهور او 3 شهور ونص، زي ما ناس كتير قوي بتستغرب في التعليقات انه مستحيل الفرخه تبيض على 3 شهور. لا ممكن، ممكن لو استخدمت الادويه دي، وممكن لو اهتميت بالطيور واهتميت بيهم اهتمام كامل من كل النواحي. المهم ان برضو الدواء ده بيستخدم عند الحيوانات، بيحسن النمو بتاع الحيوانات. وبالنسبه الطيور بقى تحديدا، هو بيحل مشاكل كتيرة جدا بتعطل انتاج البيض، مشاكل زي الافتراس، مشاكل زي النهش، وبرضو فكرة ان هما ينتفوا ريش بعض، ولما بينتفوا ريش بعض ده ممكن يصل الى الافتراس بعد كده، لان هما بيشوفوا اللون، اي لون احمر في جسم الطائر، هما اللون الاحمر ده او اي عرق او اي حاجة حمراء ممكن ينهشوها ويطلعوا الدم، والدم بيستفزهم جدا، الدم بيستفزهم جدا ان هما ياكلوه، تمام؟ ده كله بيحصل بقى ليه عند الطيور؟ بسبب ايه؟ نقص الاحماض الامينية ونقص فيتامين كاف 3، ويعني احنا نتجنب كل ده بان احنا نديهم الدواء، تمام؟ لازم نتفادى حالات الاجهاد والتعب اللي بتحصل بقى ايه؟ بسبب سوء التهوية والزحام والتنقل الكتير، وبرضو يعني القص بتاع المنقار. انت ممكن تحل المشكلة، ممكن تحل المشكلة بانك تقص المنقار بتاع الطيور عادي جدا، وانت ممكن برضو تحصل مشاكل بسبب القلش، تلاقي الريش وقع، بسبب القلش تلاقي الريش وقع، بعيدا عن فكرة نقص الأحماض الأمينية والفيتامينات والكلام ده كله. ودي شيء طبيعي، فكرة القلش دي شيء طبيعي جدا، وتغير درجات الحرارة والرطوبة المفاجئة، الحاجات دي كلها بتؤدي إلى الأمراض دي كلها، تمام؟ وبرضو قبل وبعد عمليات التحصين احنا بنلاحظ الاعراض دي كلها، وبرضو اثناء وبعد الاصابة بالامراض البكتيرية والطفيلية وغيرها. كل الحاجات دي بتؤدي الى اعراض صعبة جدا على الطائر، بتقلل انتاج البيض. الدواء بتاع النهاردة بقى ده بيعالج كل المشاكل دي،
بيعالج كل المشاكل دي. يعني انت لو الطيور بتاعتك بتعاني من سوء تهوية او من زحام او من قلش مثلا او من تغيرات درجات الحرارة او رطوبة او مثلا هم تعبانين بسبب امراض بكتيرية او طفيلية او كل الكلام ده، انت استخدم الدواء بتاع النهاردة. والدواء زي ما معروض قدامكم في الصورة اسمه اوميجران، اوميجران دي اكس، اوميجران دي اكس. الجرعة بقى بالنسبة للعجول والاغنام والماعز كمعلومة، يعني اكيد احنا بنتكلم عن الطيور بشكل اعم او بشكل اخص عن الطيور، لكن بشكل اعم انت بالنسبة للعجول والاغنام والماعز انت بتحط 1 جرام لكل 10 كيلو وزن حي، تمام، لكل 10 كيلو وزن حي لمدة من 3 لـ5 أيام. وبالنسبة للماشية والخيول بتحط من 1 لـ2 جرام لكل 10 كيلو وزن حي لمدة من 3 لـ5 أيام. أما بقى بالنسبة للدواجن والأرانب والطيور الرومي والبط والوز وكل الحاجات دي، أنت ممكن تستخدم الدواء ده اللي هو أوميجران دي إكس، تستخدمه 1 جرام لكل لتر مية، 1 جرام لكل لتر مية لمدة بتتراوح من 3 لـ5 أيام، يعني بالكتير 5 أيام. وهتلاحظ ان اوميجران ده يعني اللي هو متوفر في عبوات مختلفة، هنقول لك العبوات بتاعته، هو هتلاحظ انت بعد 5 أيام بالكتير ان المشكلة اتحلت وانه خلاص كده انت عملت وقاية وعملت علاج وكل المشاكل اللي احنا قلنا عليها فوق دي مش هتيجي للطيور، فبالتالي انت قفلت باب ممكن يقلل انتاج البيض. قفلت باب مهم جدا، لانه انتاج البيض مش بس متعلق بنسبة البروتين اللي بتدخل جسم الطائر او نسبة الكالسيوم اللي بتدخل جسم الطائر او كمية الاكل اللي بتدخل جسم الطائر. احنا اتفقنا قبل كده في فيديوهات سابقة انه الطائر ده مش عبارة عن ماسورة على قد ما تحط له من الناحية دي هيطلع لك من الناحية التانية، لا خالص، الطائر ده عبارة عن روح وكائن حي وجسم لازم ياخد عناصر غذائية زيه زي الانسان بالظبط، يعني لا يختلف اي شيء عن الانسان ولا يختلف عن اي شيء عن اي كائن حي اخر. هو كل الفكرة ان هو بس بيعرف يتعايش مع الظروف البيئية الصعبة اللي حواليه اكتر من الانسان. يعني الانسان ما يقدرش يعيش على السطح على طول، لكن الطائر يقدر يعمل ده، الطائر يقدر يعمل ده وهو مهيئ وجسمه مهيئ بريشه بتفاصيل جسمه كلها بتكوينه برجليه، هو مهيئ ان هو يعيش على سطح. لكن انت لازم تحميه من الشمس، لازم تحميه من الافتراس، لازم تحميه من الزحمه، لازم تحميه من التنقل الكتير، لازم تحميه من القلش لو جاله قلش، لازم تحميه من البكتيريا والامراض البكتيريه. علشان كده انت لازم تستخدم الدواء اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده واللي قلنا لك كل تفاصيله، هو اوميجران دي اكس. الدواء متوفر يعني على هيئة عبوتين، في كيس 25 جرام وفي كيس 100 جرام، وسعره رخيص جدا، يعني سعره مش هيكون مكلف ليك بأي شكل من الأشكال، وهيكون بالنسبة للفايدة بتاعته حاجة يعني قيمة كبيرة جدا واستفادة كبيرة جدا لو انت اهتميت باستخدامه بشكل منتظم. ولازم تستخدمه مع الطيور من صغرها كمان علشان ترفع المناعة وتقوي النمو عندهم. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ونشوفك على 1,000,000,000 خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.